وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصفيه من خلقه وخليله وأميره على وحيه، إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة وكشف الله به الغمة وأنار به الطريق، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد أيام معدودات بإذن الله عز وجل سيحل علينا شهر عظيم، شهر كريم، شهر مبارك، شهر الخيرات، شهر القرآن، شهر المصارعة إلى الخيرات، شهر الفضل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان. أيها المباركون، هذا الشهر الذي عظم الله عز وجل في كتابه العظيم أن أنزل القرآن الكريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، شهر ينبغي أن نستعد له أيما استعداد، وأن نبذل في سبيله الغالي والنفيس، لعلنا نفوز برحمة المولى جل في علاه ولا نشقى بعد هذا الشهر أبدا. فالعبد المسلم دائما وأبدا فأهل التجارة والمال دائما يستعدون المواسم ويعرفون متى يربحون ومتى يخسرون، فموسم الربح يستعدون لها له أيما استعداد. إذا كان أهل الدنيا يحرصون على دنياهم ويبحثون في عن كل طريق يوصلهم إلى ما يرد عليهم الخير، فكيف يكون العبد المسلم الذي يبتغي ويطلب رضا المولى جل في علاه؟ فالعبد المسلم دائما وأبدا يرفع يديه إلى الله عز وجل في حركاته وسكناته، أن يبلغه الله عز وجل شهر رمضان، وأن يرزقه الله عز وجل المسارعة إلى طاعة الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل أن يعمل فيه في أن يتقرب إلى الله عز وجل في فعل الطاعات وترك المنكرات. هناك أقوال لكنه دائما يخالف حوالنا، فالسلف رضوان الله عليهم أجمعين كما قيل كانوا يسألون الله عز وجل قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم الله عز وجل رمضان، فكانت أوقاتهم مملوءة بطاعة الله عز وجل، فلم يكن عندهم فراغ، فلم يكن عندهم شيء ينشغلون به غير طاعة الله عز وجل. فإذا ما أهل عليهم هلال رمضان وجاء موسم الخيرات وأيام الفاضلات تسارعوا إلى طاعة الله عز وجل، مؤمرين بقول الله عز وجل ومطبقين قول الله عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الدنيا كلها
ظلم العبد المسلم أن يتأنى إلا في شيء واحد، هو إلى طاعة الله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالعبد المسلم دائما وأبدا يحاول يسرع إلى طاعة الله عز وجل. أرحنا بها يا بلال، كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فالعبد المسلم دائما وأبدا ينبغي أن نفرح بهذه الأيام المباركات إذا ما بلغنا الله عز وجل فيه. هذا العبد المسلم دائما وأبدا يفرح بطاعة الله عز وجل، يفرح بموسم الخيرات. فكثير من الناس قد يتأففون لأنه يحجز عنهم الأكل والشراب ويحجز عنهم الملاهي الذي كانوا يعملون بها، ولكن العكس، العبد المسلم الذي يريد رضا الله عز وجل يفرح بها بقدوم هذا الشهر المبارك. فليفرحوا، فلينبغي للعبد المسلم. ولذلك كان من دأب نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يبشرهم، يبشر صحابته الكرام بقدوم هذا الشهر العظيم، يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يبشر صحابته الكرام وهم دائما وأبدا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأوقات النبي عليه الصلاة والسلام مملوءة بطاعة الله عز وجل، والصحابة كانوا بلا عين على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبشرهم، يقول لهم: استعدوا، لأن الجنان أبوابها تفتح وأبواب النيران تغلق، والله عز وجل يتفضل على عباده المؤمنين في ليلة القدر. هذا الإنسان المحروم الحقيقي هو الذي حرم من رحمة المولى جل في علاه. إذن فاليوم كثير من المسلمين إلا من رحم الله عز وجل يستعدون رمضان، ولكن بجانب آخر، ماذا يأكلون وماذا سيشربون وكيف يقضون أوقاتهم بالمسلسلات والسهر وغير ذلك. فبعض المسلمين يقضون نهارهم نياما والليل يبيتون على ما لا يرضي المولى جل في علاه. إذن فالمبارك دائما وأبدا هو الذي يستعد لأن يعمل الطاعات ويبتعد عن المنكرات والمساوئ. أيها المباركون، نستعد هذا الشهر المبارك بأن نتسارح مع الله عز وجل، ونفتح كتاب الله عز وجل. إن الذين الله عز وجل دائما ومدى قد مدى هؤلاء الناس، الله عز وجل أنزل القرآن الكريم على نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. فالعبد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيتدارس معه القرآن. إذن فأهل الخير وأهل الفضل وأهل القرآن تعرف أيامهم ولياليهم عن غيرهم، لأنهم دائما وأبدا في طاعة الله عز وجل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، قال الله عز وجل: يرجون تجارة لن تبور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن يقول عليه الصلاة والسلام: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهنيئا لهذا الإنسان، لهذا المؤمن، فهنيئا لهذه المرأة المسلمة التي فتحت كتاب الله عز وجل وقرأت آيات الله عز وجل آناء الليل والنهار. فالعبد المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرتفع به درجات يوم القيامة وفي جنة الله عز وجل. كلما كان أقرأ للقرآن كلما كان أقرأ لكتاب الله عز وجل. ارقى ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن أيها المباركون، هل نستعد لهذا الشهر بأن نقرأ كتاب الله عز وجل، أم نكون هؤلاء الذين قالوا عنه: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ فالمصاحف موجودة في كل مكان، في البيوت، في المساجد، في الموبايلات، ولكن من تغلى، من تجد هذا الأمر، من يهتم بهذا الأمر إلا من رحم المولى جل في علاه. أيها المباركون، نستعد لهذا الشهر أن نضاعف الحسنات، أن نتعاهد الواجبات. فالعبد المسلم دائما وأبدا
يضع الإصبع إليه أن يؤدي ما أوجبه الله عز وجل من الفرائض والواجبات على أتمها وأحسنها. الله عز وجل في حديث القدسي: وما تقرب عبدي بأفضل مما افترضت عليه. إذا أنت تريد أن تقترب من الله عز وجل وأن تكون من أهل الله عز وجل وأن تكون من عباد الله الصالحين، فينبغي لنا جميعا أيها المباركون أن نحافظ على ما أوجبنا الله عز وجل علينا. ومع الله ومع ذلك يقول الله عز وجل لنا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الأيام وفي غيرها في رمضان وفي غير رمضان، فالمؤمن المبارك الموفق هو الذي يتعاهد على الواجبات يؤديها كما أمره الله عز وجل ويؤديها كما أداها نبينا عليه الصلاة والسلام. إياك أن تتساهل أن تأتي إلى المسجد، إياك أن تتساهل أن لا تشارك الناس في الجمع والجماعات، إياك أن تتساهل ما أوجبه الله عز وجل عليك، فإنما ربح والخسران هو في ضاعة المولى جل في علاه. إنسان إذا جاء إلى المسجد والإمام يخطب فلا يجوز له أن يشغل بشيء، لا بالمسبحة، لا بقراءة كتاب الله عز وجل، لا بالموبايلات، لا بغير ذلك. إيش كم تنموص والإمام give delivery the khutbah. It's not allowed to involve other than to listen to the imam. Some people they are busy with the mobile. Some people are busy with the I don't know what can I say. إخواني، فالعبد المسلم دائما وابدا هذا الشهر المبارك نستخدمه أو نستقبله بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، فما أكثرهم اليوم في كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فينبغي لك أن تمد مد يد والعون إلى الفقراء والمساكين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. من يسر على معسر يسره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. من كشف كربة المؤمن كشف الله عز وجل كربته في الدنيا والآخرة. من ستر على مؤمن ستره الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على عباد الله عز وجل أن يساعدوا، أن يقفوا، أن يمدوا يد العون والمساعدة إلى هؤلاء الفقراء والمعوزين والغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام: إذا فطرت صائما لك مثل أجر صائمه من غير أن ينقسم منهم شيئا. إذا فلتستعد من اليوم أن تدخل السرور بهؤلاء الفقراء والمعوزين وهذه البطون الجاعية في أقدار الأرض. نحن الحمد لله عز أنعم الله عز وجل علينا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذن فليستعد الواحد منا أن يدفع 20 أو 30 أو 40 أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك أن يدفع إلى الفقراء والمساكين في آفاق الأرض، فإن هناك جمعيات خيرية يؤدون هذا الأمر العظيم. أيها المباركون، هذا الشهر العظيم نستعده أن نتسالح مع الله عز وجل، أن نتوب إلى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة بابها مفتوح، والله عز وجل يتقبل عباده المؤمنين. فكلنا مخطئون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن فواجب علي وعليك أيها المبارك أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نتسالح مع الله عز وجل، وأن نفتح جديدا مع علاقتنا بالله عز وجل والحبيب صلى الله عليه وسلم. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يعود إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل في المجلس الواحد أو في اليوم الواحد أكثر من 70 إلى 100 مرة كما روي ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن فينبغي لنا أن نكثر الاستغفار ونكثر العودة إلى الله عز وجل والإنابة إلى الله عز وجل والتسارح مع الله عز وجل، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. الله عز وجل أبوابه مفتوحة. إذن والله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا عاد إليه ويتاب إلى الله عز وجل. فلنحن مستعدون أن نتوب إلى الله عز وجل، فلنحن مستعدون أن نتسارع مع الله عز وجل. فإن فعلنا ذلك فقد أفلحنا في ديننا ودنيانا.
أيها المباركون، فالعبد المسلم دائما وأبدا ينظر إلى نعم الله عز وجل ويشكر الله عز وجل في كل أحواله. فنعم الله عز وجل تطرى علينا صباح مساء، ولكن قليل من الذين يشكرون المولى جل في علا، وقليل من عباده الشكور. الناس الله عز وجل تنزل عليهم نعم الله عز وجل، وتسعد إلى الله عز وجل مساوئنا والعياذ بالله. إذن فينبغي لنا أن نشكر المولى جل في علا، فينبغي لنا أن نشكر المنعم الأعلى هو المولى جل في علا. أيها المباركون، نستعد بهذا الشهر المبارك بإذن الله عز وجل أن نعمر المساجد بدعة الله عز وجل، أن نشارك في تأسيسها، أن نشارك في بنائها، أن نشارك في تنظيفها، أن نشارك في دفع إيجارها، أن نشارك في كل ما يجري في هذه المساجد. ولأن الله عز وجل يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا الذي آمن بالله عز وجل وآمن بما عند الله عز وجل دائما لا يبخل أن يدفع شيء ولو شيئا قليلا في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله عز وجل أن في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها آياته. فالعبد المسلم دائما وأبدا دائما وأبدا يشارك في هذا الموضوع، في الصلوات، في حلق العلم، في الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام حاول في هذا الشهر المبارك بإذن الله عز وجل، إذا أبلغنا الله عز وجل، أن تأتي إلى المسجد وتجلس مع إخوانك تقرأ كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ما جلس المجلس يدارسون في كتاب الله عز وجل، يدرسون الله عز كتاب الله عز وجل ويدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عندهم. إذا اترك البيت إذا كان عندك وقت، يأتي للمسجد، اقرأ كتاب الله عز وجل، اسمع المواعيد، اسمع الخير، تشارك عباد الله عز وجل، لعلك تكون هؤلاء الذين قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسون. سبحان الله، هناك ناس صالحون إخيار متقون أحبهم الله عز وجل في كنف الله عز وجل، ولكن الناس لا يعرفونهم. لعلك تلقى هؤلاء الناس وتجلس معهم، لعل الله عز وجل يرحمك كما رحمهم الله عز وجل. أيها المباركون، في هذه الأيام المباركة فالواحد منا ينشغل بعيوب نفسه لا ينظر إلى عيوب الآخرين. ينشغل الواحد العاقل دائما وابدا ينشغل بعيوب نفسه ولا ينظر الى الاخرين. فكل الناس عندهم عيوب، اذا ما نظرت الى عيوب الناس نظروا الى عيوبك. اذا فمن انشغل بعيوبه وانشغل عن عيوب الاخرين فقد فاز في الدارين في الدنيا والاخره. نستقبل بهذا الشهر العظيم باذن الله عز وجل ان نطهر قلوبنا، ان نطهر قلوبنا من الغل والحسد والشحناء والبغضاء والعداوات وغير ذلك مما له من حظ الشيطان. سلامة السدر، الله عز وجل يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا ما سرح القلب سرح ما بعد ذلك. إذا سرح قلبك انقادت أعضاؤك لطاعة المولى جل في علاه. إذن ينبغي لنا أن تسارح مع الله عز وجل، ننبغي أن نطهر قلوبنا من هذه الآفات، وأن ننظر إلى المجتمع كلهم أخيار سارحون لله عز وجل. أيها المبارك، فلا تظنن أنك إذا ما جئت إلى المسجد أو أنك فتحت المصحف فأنت في خير، لكن لا تظن بالآخرين أنهم أنت أفضلهم وهم في 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 في, في غير ما أمرهم الله عز وجل، أنهم في الضلال والعياذ بالله. اتهم النفس أولا قبل أن تنتهي الآخرين. ولما دخل الرجل إلى المسجد وسأله الناس صحابة عليه الصلاة والسلام في عبادته وتعبده وتخشعه لله عز وجل، فلما دخل المسجد قال يا رسول الله هذا الرجل، فقال إني أرى في وجهي صفعة من الشيطان. قال إني أرى في وجهي صفعة من الشيطان، رجل عنده عبادة عظيمة. والنبي عليه السلام ناداه قال أشهدك بالله ألم تقل في نفسك أنه لا يجد في هذا المجد أفضل منك، أنك خير من هؤلاء الناس.
قال يا اللهم نعم يا رسول الله. هذا الإنسان ما كان الإنسان مهما كان عنده من العبادة، مهما كان عنده من التقرب، مهما ما كان عنده من العلم، مهما كان عنده من الورع، فإذا ما ظن في نفسه أنه أفضل الناس وأعلم الناس، أنه خيرهم، هو مشى إلى هلاكه والعياذ بالله. فهؤلاء الخيار كل أهل الإيمان، كل من يقولون لا إله إلا الله نظن فيهم الخير حتى ويرتكب الذنوب والخطايا، ولا ندري ما تكون الخاتمة، الخاتمة بيد الله عز وجل. إذن فينبغي لنا أن نحسن الظن بعباد الله عز وجل المؤمنين. أيها المباركون، هذه أيامات أيام عظيمة عند الله عز وجل. قلت لنا، قلت أولا أن ندعو الله عز وجل أن يبلغنا، فينبغي أن نهتم أولادنا وزوجاتنا وأعمالنا وفيما يقربنا إلى الله عز وجل، نتعاهد بالفقراء والمساكين وغير ذلك. فالعبد المسلم لا يدخل إلا عليه رمضان إلا وقد استعد له أيما استعداد في طاعة الله عز وجل وفي المسارعة إلى رضا الله عز وجل. وما إذا ما جاء رمضان فهو دائما ينشغل بطاعة الله عز وجل ويترك القيل والقال وينشغل فيما يعود عليه النفع في دنياه وأخراه. أقول ما تسمعون، فإن كان سببا فمن الواحد إلى أحد وحده، وإن كان غير ذلك فإني أستغفر الله وأتوب إليه، فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، فصلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره. برادرز أند سيسترز إن إسلام، in Islam, our khutbah today is how can we prepare ourselves the coming of the Ramadan. And I mentioned many things. The first one, we must make dua. Rasul alayhi salatu wa salam, and he said, all the companions and all the salaf, the ulama, all the Muslims before us, they used to ask Allah subhanahu wa ta'ala to reach the that day. Because if Allah subhanahu wa ta'ala gives the ability to fast and to recite the Quran, that will inshallah will be succeed your life in here and after. And second thing, we must be happy when the Ramadan coming. Some people they think maybe the Ramadan prevent them the food, the drink, and everything. But the mu'min who's believing will stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala when it becomes Ramadan, he will be happy because that Ramadan is the month of the mercy, the month of the khair, the month Allah subhanahu wa ta'ala will open the gate of the Jannah, the month Allah subhanahu wa ta'ala will close the gate of the hellfire wa'iyyadu billah. If Ramadan comes, well, how can we prepare ourselves? We prepare ourselves, we must plan today how many times we will recite the Quran, how will time we will finish the Quran, how can we recite the Quran when you are host, our streets, in the mosque, everywhere we ask. You must prepare yourself, how can you deal with the Kitab Allah Azza wa Jalla if the Ramadan come. And we are prepare ourselves for Ramadan, and we are, subhanAllah, repent to Allah subhanahu wa ta'ala. We must ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. We must conciliate between Allah subhanahu wa ta'ala. We are human beings. Every day we are doing bad things, but the good Muslim who is repent to Allah subhanahu wa ta'ala, asking forgiveness Allah subhanahu wa ta'ala. He knows he's a human being, but every time he will back to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Rasul alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala forgiveness, everything is, but in the one, when he's sitting somewhere, the Rasul alayhi saying, Astaghfirullah wa atubu ilayhi, more than 70 and 100 times. We are prepare ourselves Allah bi idhnillahi azza wa jalla to subhanAllah give the charity, to give the needy people, to give them money. Those people they haven't got anything. Many Muslims in the world they cannot find even a half of water. Try today from today to prepare something, 20 pounds, 40 pounds, more than if Allah subhanahu wa ta'ala give you, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you all your money you have been this Yawm al Qiyamah. Yawm al Qiyamah, when we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala, no will be money. No with your children, you no property. Only you give to Allah subhanahu wa ta'ala with your good deeds. You give it is you if you are subhanAllah do subhanAllah good things, Allah subhanahu wa ta'ala will survive you. Brother and sister and say I'm a Muslim, we prepare ourselves to come to the mosque, especially the male Muslims, to pray with the Jama'ah. If you can pray with the Taraweeh is the good, recite the Kitab Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala will reward you. We are preparing ourselves to pay the rent of the mosque, to share the, to maintain the mosque. Allah subhanahu wa ta'ala said, "Inna."
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. Only the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala maintains those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and the day after. Our purpose, the soul, to clear our heart from the envy, from the everything that related to the shaitan. Shaitan, every time he likes it, to hate the people, to invade the people. You don't look anybody, Allah subhanahu wa ta'ala gives their bounty. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala said, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Say any many things that any Muslim can prepare ourselves. Some people they prepare themselves for their Allah. How many times they will eat? How will they drink? How will they spend the time for their sitting in front of TV or etc. Therefore, we need brothers and sisters to prepare themselves like the Rasul alayhi salatu wasalam. And the companion is it. Used to prepare themselves when Ramadan came. Our Rasul alayhi salatu wasalam was giving good news when the Ramadan approached them. Allah subhanahu wa ta'ala amarna fi muhkam al-tazyin nusalli ala nabiyyina alayhi salatu wasalam. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب. اللهم الحمد لله رب العالمين.